موسى ابن جعفر من ذهل يجذب الونايات، موسى ابن جعفر من ذهل يجذب الونايات، مدد تسل وبقلبه حسرات، وويله يا سيدي وويله، وويله يا شافت أبوها فاطم وصاحت أولايا، شافت أبوها فاطم وصاحت أولايا واسمعت نادي وإمامي وإمامي، وضعتم فار وأبعد غبت محيا، وموسى يقل شامل اليتمايات، وويلة يا سيدي وويلة، وين وين وويلة يا سيدي وويلة، شايلي لوبم للي مغتسل حط بسريرة، قامت بنا تتصيح بالذول والكسيرة، شنو لا وين شايل بالنعش شيخ العاشق، واسفت ظل محمول يا ملجا الضعيفة، بعد وويلا خادم خادم للموفق الشاعر حسين طلال الأمير، شالي الأبم للي مغتسل حط بسريرة، قامت بنا تتصيح بالذل والكسر، لا وين شايل بالنعش شيخ العزيز، وصفت ظل محمول يا ملجا الضعيفة، وويلا يا سيدي بارك الله فيك، آي آي شايلة وينعش جعفر عليك تافي الرجاجيل، وبناته من خلف الجنة زت تصيح بالويل، ريض بسري ريح موك
اطلب المدالل ان شايني ينزل للقبر نصبح غريبا بقلب مرتاح وين وياي سارة وابن شهل الباقي بقلب مرتاح هاي من عظم المصيبة فلا شالتهم من كل فج طلعت لنا ستريد الودايا فدايا اعتضلت صيح يا سيد السادة آيا آيا جنح القيا ما أصبحت أرض المدينة كل من يشوف فاي الطمل كف بجبنا يومك ياسر لوجود صارك شرع علينا والله حاسة فمنازلك تمسخ لي شالي أبو إبراهيم وحط وسط الحيود مرغ خدود على الأبو والجسد ممدود يمجسم بي يا ينتحب ويصيح ميعود يمجسم بي يا ينتحب ويصيح ميعود أبدا فله نبعيش وصف فوق على الراحة من غيب عين والده نظرة المايوس والنبض في الصايات والنج في التلفوس اسم الله على جسمك يا الولي من نوم الرمايوس تعفر يا ويلي بقبره وارتفعت الضجات ويلي يا ويلي